السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم حسام محمد خبير سوليد وركس معتمد. هنبدأ مع بعض إن شاء الله. أول درس من دروس كورس سوليد وركس شيت ميتال. وسوليد وركس شيت ميتال هي مجموعة أوامر موجودة جوه سوليد وركس والخاصة بأعمال الصاج أو العمليات التصنيعية اللي بتتم على الصاج. وسوليد وركس شيت ميتال هو أحد الموديولز أو المواضيع الأدفانسد في سوليد وركس، واللي هتحتاج إن أنت تكون على دراية بالأساسيات بتاعة الرسم الموجودة في سوليد وركس. إن شاء الله على مدار الكورس هنستعرض كل تفاصيل الأوامر الخاصة بالشيت ميتال. هنستعرض مجموعة كبيرة جدا من التمارين، وهيكون موجود برضو مجموعة من الفيديوهات أو البي دي إفات اللي هتخدم جزء الجنرال باك جراوند أو التكنيكال باك جراوند الخاصة بالشيت ميتال، يعني هتديك معرفة ببعض الحاجات اللي احنا هنحتاج تكون عارفها في الشيت ميتال، سواء حاجات خاصة بعملية التصنيع أو التصميم. هنتعلم كمان مع بعض إن شاء الله إزاي إن أنت تقدر تطلع رسم تصنيعي كامل لأي جزء معمول بالشيت ميتال. هنتكلم في كل المواضيع دي على مدار 7 شباتر. هنستعرض كمان جزء نظري خاص بالشيت ميتال اللي هتحتاج يكون موجود عندك وتكون فاهمه بشكل كويس قبل ما تبدأ تستخدم أوامر سوليد وركس شيت ميتال. الشابتر الأول إن شاء الله هنتكلم فيه عن Paint and Gauge Tables. في كل شابتر هيكون موجود بي دي اف، البي دي اف ده موجود فيه الشرح بتاع الشابتر أو التمارين اللي احنا هنستخدمها في الشابتر ده. هيكون موجود كمان جزء او فولدر خاص بالاديشنال داتا او المعلومات الاضافيه اللي احنا هنوفرها لكم، بحيث ان هي تديك معرفه كامله او تكمل الجزء النظري او الجزء العملي الخاص بسوليد وركس شيت ميتال. هيكون موجود معانا كمان البارتات او الفايلات اللي احنا هنستخدمها اثناء ما احنا بنشرح الفيديو او اللي هنرسمها اثناء ما احنا بنشرح. اول شابتر معانا Paint and Gauge Tables، ده شابتر هيكون نظري شويه، هنتكلم فيه عن شويه خصائص للشيت ميتال لازم نكون عارفينها وشويه معادلات، شويه مفاهيم خاصه بالشيت ميتال. طبعا الشابتر زي ما قلت لكم هيكون نظري اكتر. طيب نبدا بعد كده. اول جزء في الشابتر، لو انا عندي جزء شيت ميتال، الشيت ميتال ده موجود في وضع مستوي كده، يعني هنتخيل الجزء ده مش متني كده قبل ما يتني. طبعا هو الشيت ميتال عموما في الاول بيكون مستوي، بعد كده بيبدأ يحصل عليه عملية تصنيع او عملية بيندنج بحيث ان هو يتنى بالشكل ده. فاحنا هنتخيل ان الجزء بتاعنا ده هو في حالته الاولى وهو مفرود كده، فالجزء ده بيبقى ليه سمك. تمام، الشيت ده بيبقى ليه سمك، هنرمز له برمز تي كابيتال. الشيت ده هيبقى فيه في منتصفه بالظبط خط بنسميه خط نيوترال اكسس، نيوترال اكسس. طيب بعد كده لما انا ابدا اتني الشيت بتاعي ده، هيبدا يتكون عندي هنا منطقه تنشن او منطقه شد، وهيتكون عندي هنا منطقه كومبريشن او منطقه ضغط. طيب في نسبه او مفهوم لازم نكون عارفينه اللي هو اسمه كي فاكتور. الكي فاكتور ده هو عباره عن النسبه ما بين التي سمول اللي هي المسافه ما بين نيوترال اكسس ده بعد ما يتغير مكانه، تمام، على التي كابيتال اللي هي السمك الكلي بتاع الشيت. والكي فاكتور ده بارامتر مهم جدا واحنا بنصمم اي جزء شيت ميتال. تمام، طيب لو نزلنا بعد كده هنلاقي رسمه تانية بتوضح لنا برضه نفس الموضوع، ده نيوترال اكسس بتاعي. حتى هو رامز كده هنا للشيت بتاعي برمز تي سمول، السمك الكلي بتاعه تي سمول، وبيقول لي هنا النيوترال اكسس اتحرك من تي على 2 لما كان في منتصف الشيت بالظبط، بقى تي على 3، يعني بدأ يقرب من المنطقة اللي بيحصل فيها كومبريشن. طبعا هنا ال R دي اللي هي البند راديوس أو نص قطر التاني بتاعي، المنطقة دي بنسميها البند ألاونس، والبند ألاونس دي مطلوب مننا إن احنا نحسبها. طيب هي هتفيدنا في إيه؟ هتفيدنا في إن أنا دلوقتي أعرف الشيت ده قبل ما يتني كان واخد طول قد إيه أو طوله كان قد إيه، وده احنا بنسميه فلات اللينس أو طول الإفراد. فأنا يهمني أعرف طول الإفراد ده قد إيه، فبالتالي لازم احسب البند الاونس، وده تاني مفهوم لازم يكون موجود عندنا ده. عندنا اللي هو البند الاونس، هنعرف دلوقتي ازاي بنحسبه. الار دي اللي هي زي ما قلنا البند راديوس، والزاويه بتاعت التاني دي مسميها البند انجل. تمام،
لو جينا بصينا للخطين دول كده، هما باللون الأسود دول، وجيت أنا استخدمت الخطين دول عشان أبدأ أبني شيت، أبدأ أبني شيت بالسمك ده، فالسمك بتاعي هنا في للخارج، تمام؟ هنا أنا أعرف أول قانون لو أنا عايز أحسب البيندنج ألاونس بتاعي هنا في المنطقة دي كده، ده البيندنج ألاونس، وهنعرف برضه لو أنا عندي الخطين دول للخارج كده والسمك بتاعي هو اللي داخل بالشكل ده كده، هنعرف برضه البيندنج ألاونس هنا بيتحسب على أساس إيه. هناخد أول حالة اللي هي الحالة دي، فالبيندنج ألاونس أو المنطقة اللي هي هتبقى موجودة هنا دي هتساوي 2 في الباي في الاي اللي هي الانجل بتاع دي مضروبة في الار زائد كي في تي، كي ده طبعا اللي هو كي فاكتور على 360. طيب انا هيفيدني ايه لما احسب البيندنج الاونس؟ هيفيدني زي ما قلنا ان انا هقدر في الحالة دي اعرف ال ال اف او الفلاتن لينس او الطول بتاع الساق ده قبل ما يحصل له عملية التانية. فال ال اف هنا بقى في الحالة دي هيساوي ايه؟ لو انا في اول حالة دي ال اف هيساوي ال واحد اللي هو مثلا الطول ده زائد ال 2 اللي هو الطول ده ناقص ار في 2، ار ده طبعا اللي هو البند راديوس او نص القطر التاني زائد البندنج الاونس اللي انا حسبته من القانون ده. طيب الفلاتن لينس لو انا السمك بتاعي بقى للداخل بالشكل ده كده هيتغير، هيساوي ال 1 زائد ال 2 ناقص ار في 2 ناقص تي في 2، تي دي اللي هي السمك زائد البندنج الاونس. فانا هنا بدأت أحط في دماغي حاجة مهمة أوي، إن أنا محتاج أعرف الكي فاكتور، تمام، ومحتاج أعرف البيندنج راديوس بتاعي، ومحتاج أعرف البيندنج أنجل بتاعتي، لأن دول هيتحدد على أساسهم البيندنج ألاونس، وأنا هستخدم البيندنج ألاونس في إن أنا هقدر أعرف الطول أو الإفراد بتاع الشيت بتاعي قبل عملية التاني. وزي ما قلنا قبل كده إن أنا لما باجي أبدأ أصنع الشيت بيبقى الأول في حالة إفراد وبعد كده ببدأ أعمل له عملية تاني. فانا لازم اعرف الافراد بتاع الشيت اللي هيديني القيمه الصحيحه في عمليه التاني هيكون قد ايه، تمام. كمان معرفه القيم الصحيحه للكي فاكتور والبيندنج الاونس بتمنع عندي او بتقلل من تاثير السبرينج باك. ايه هو السبرينج باك؟ وده برضه مصطلح لازم يكون عندنا. السبرينج باك دلوقتي لما انا اجي اتني الشيت ده لزاويه 90 مثلا، هل الشيت هيفضل زي ما هو كده؟ لا طبعا، هيبدا يحصل له ارتداد، تمام. فانا لما اكون انا عارف القيم الصحيحه بتاعه البيندنج الاونس والكي فاكتور، تمام، هقدر ان انا الاشي تاثير السبرينج باك بتاعي، تمام. طيب دي رسمه كمان بتوضح البند راديوس هنا والبند انجل والسيكنس، بتتكلم عن مصطلح جديد اسمه السيت باك، وهنعرف السيت باك دلوقتي ده اللي هو الاسقاط بتاع البيندنج الاونس بتاعي، دي المنطقه بتاعت البيندنج الاونس. لو جيت عملت لها اسقاط كده على افقي او عملت لها اسقاط على راسي النقطه دي والنقطه دي هتديني القيمه هنا اللي هي قيمه السيت باك، وطبعا ده النيوترال اكسس بتاعي. هنا ده برضه هو بيتكلم على السيت باك سواء على افقي او راسي، وعندي هنا البيندنج الاونس اللي هي المنطقه دي او طول الخط بتاع النيوترال اكسس في المنطقه دي، وعندي الانسايد راديوس او البيندنج راديوس، وعندي السيكنس، وبعرف هنا قيمه جديده، قيمه جديده اسمها البيندنج ديدكشن، بيند ديدكشن، والبيند ديدكشن دي بتساوي 2 في الاوتسايد سيت باك او في القيمه دي ناقص البيندنج الاونس، دي اسمها البيند ديدكشن. يبقى احنا عرفنا كي فاكتور، عرفنا البيندنج الاونس، عرفنا البيند ديدكشن، وعرفنا البيند راديوس، وعرفنا البيند انجل، وكل القيم دي بتتحكم معايا في تصميم الشيت ميتال. هنا برضو بيوضح لي العلاقة بين البيندنج الاونس والبيندنج ريدكشن. لو انا عندي شيت بالشكل ده فانا هرمز القيمة هنا بقيمة A والطول ده بقيمة B، ويبقى هنا في الحالة دي الفلات اللينس او طول الشيت بتاعي هو المفروض هيبقى عبارة عن A زائد B زائد البيندنج الاونس. طيب لو انا عندي شيت تاني بالشكل ده هحسبه على اساس البيندنج ديدكشن، فيبقى انا هنا عندي قيمة A تبقى كل القيمة دي، قيمة B تبقى كل القيمة دي، خلاص. بعد كده الفلات اللينس في الحالة دي هيساوي ال A زائد B ناقص البيند ديدكشن. طبعا البيند ديدكشن بحسبها بالقانون اللي احنا عرفناه ان هو 2 في الاوتسايد سيت باك ناقص البيندنج الاونس. فهنا الفلات اللينس انا قدرت احسبه عن طريق البيندنج الاونس او البيندنج ديدكشن، بس في الحالة دي طبعا قيمة ال A وال B اختلفوا.
هنا دي شوية قيم شائعة أو علاقات شائعة بتربط ما بين الراديوس بتاعي وما بين السيكنس وما بين الكي فاكتور. بيقول لك لو الراديوس بتاعك أقل من السيكنس فالكي فاكتور هنا بيساوي 25%، ولو الراديوس بتاعك أقل من 2 في السيكنس فالكي فاكتور بيساوي 33%. طيب لو الراديوس بتاعك أكبر من 2 في السيكنس فالكي فاكتور في الحالة دي بيساوي 5/10. كمان دي جداول برضه بتوضح لي العلاقة ما بين الراديوس بتاعي والسيكنس وقيمة الكي فاكتور ونوع الماتيريال بتاعتي سواء كانت سوفت أو ميديم أو هارد، والعملية بتاعت البيندنج أو طريقة البيندنج اللي أنا استخدمتها. فلو أنا هنا هستخدم اير بيندنج، طبعا الاير بيندنج بيبقى بالشكل ده. عملية الاير بيندنج بقى فيها سبرينج باك عالي أو ارتداد الشيك بعد ما تنيه بيبقى قيمته كبيرة. فقال لك لو الراديوس بتاعك كان من صفر للسيكنس لقيمة السيكنس فالكي فاكتور لو حل لو هي سوفت ماتيريال هيبقى 33%، ولو ميديم ماتيريال هيساوي 38%، ولو هارد ماتيريال هيساوي 4/10. طيب لو انا استخدمت بوتومينج وده شكل عملية البوتومينج بيبقى عندي اسطمبة تحت جاية بالشكل ده، فدي برضو جداول بتوضح قيم الكي فاكتور. وهنا لو انا استخدمت طريقة تانية هي عملية بيندنج مختلفة زي الكوينينج، والكوينينج هي تشبه البوتومينج بس عندي هنا الأداة بتاعت التاني بتاعتي أو البانش بيبقى النوز راديوس بتاعها أو قطر الأداة بتاعي بيبقى صغير، فبالتالي بيسمح بإن البانش يتورغل أكتر في الشيب بتاعي، فالعملية دي بتبقى النتائج بتاعتها دقيقة والقيم بتاعتها بتبقى دقيقة، فبتلاشي تأثير السبرينج باك. طبعا الكوينينج بيسموها بنتريشن بوتومينج لان البنش بتاعي بيتورغل جامد في الشيب بتاعي فبيلاش تاثير السبانج باك، ودي طبعا العلاقه بين الراديوس والسيكنس والكي فاكتور ونوع الماتيريال اللي انا بستخدمها لو انا بستخدم الطريقه بتاعه الكوينينج في تاني. كمان ده موقع مفيد جدا ليكو، تقدروا تلاقوا عليه كالكوليتور. الكالكوليتر دي تقدر تحسب منها البيندنج الاون زي ما انت عايز او تحسب منها الكي فاكتور. الموقع ده اسمه شيت ميتال جاي، كمان هتلاقي عليه شوية مقالات مهمة قوي في مجال الشيت ميتال. طيب دي برضو قاعدة ممكن استخدامها لو احنا بنصمم شيت ميتال. لو انت السينس بتاعك 6 مليمتر فالراديوس بتاعك هيبقى ليه قيمة تتراوح من 25% لحد 2.5% ممكن في السينس. طيب لو السينس بتاعك كان أكبر من 6 مللي، آسف، لو السيكنس بتاعك أكبر من 6 مللي فالراديوس بتاعك في الحالة دي بيساوي 3 في السيكنس. طبعا العلاقات دي ممكن تستخدمها لو أنت عايز تدي نتائج كويسة للشيت ميتال أو للعملية التصنيعية بتاعتك، وزي ما قلنا هو الموضوع ده بيعتمد أكتر على خبرتك العملية. بس احنا حاولنا هنا نجمع لكم شوية علاقات، العلاقات دي تقدر وجداول الجداول دي تقدروا برضه تستخدموها في إن أنتوا توجدوا قيم الكي فاكتور أو البيندنج ألاونس او البيندنج ديدكشن حسب الطريقه بتاعتك اللي هتستخدمها. كمان في الفولدر بتاع الاديشنال داتا في الشابتر ده هتلاقوا فيه شويه ملفات مفيده جدا، هتلاقوا هنا الاديشنال داتا بتاعتي، هلاقي شويه صور توضيحيه خاصه بعمليه البيندنج، هلاقي كمان كتاب ده فيه شويه جداول، الجداول دي بقدر احسب منها قيم الكي فاكتور، هلاقي كمان شويه فيديوهات توضح عملية البيندنج بتاعتي، وهلاقي ملف اكسل اقدر استخدم الملف ده في ان انا احسب قيم البيندنج الاونس او الكي فاكتور. طيب عرفنا ان احنا عندنا شوية مفاهيم، المفاهيم دي زي الزاوية بتاعتي او زي الزاوية التاني او زي نص قطر التاني او زي السيكنس بتاعي او زي الكي فاكتور او زي البيندنج الاونس. طيب انا ممكن اعمل جداول، الجداول دي تبقى خاصة بكل مادة يبقى ليها جدول، وجدول ده اقدر احط فيه العلاقات اللي انا عايزها اللي بتربط ما بين المتغيرات دي كلها. فهنا عملوا حاجة اسمها بيندنج تيبلز، بيندنج تيبلز، والبيندنج تيبل ده بيبقى عبارة عن ملف اكسل بالشكل ده كده، بيكون موجود فيه السيكنس بتاعك اللي انت شغال عليه، بيكون موجود فيه شوية قيم للزوايا وقيم لأنصاف الأقطار اللي ممكن تستخدمه، على أساسها السوليدوكس بيقدر يحدد أو بيقدر يختار قيمة الكي فاكتور المناسبة للشيت ده. خلاص، وده بيكون شكله
بالشكل ده كده، وهنعرف في الشابتر اللي بعديه ازاي بنطبق على البند تيبل. كمان البند تيبل بتاعك ممكن يكون بصيغة دوكومنت، بصيغة دوكومنت بالشكل ده كده. طيب ايه الفرق ما بين البند تيبل لما يكون في صيغة اكسل او لما يكون في صيغة دوكومنت؟ لما يكون البند تيبل بتاعك في صيغة اكسل، فانت لو جيت مثلا استخدمته في ان انت تعمل تصميم معين، وجيت مثلا خدت التصميم ده اديته لاي حد، فانت في الحاله دي مش محتاج ان انت تديله كمان البندنج تيبل معاه. اما لو انت مستخدم البند تيبل بصيغه الدوكيمنت، فانت محتاج وانت بتدي البارت بتاعك او التصميم بتاعك لاي حد ان انت كمان تديله الدوكيمنت الموجود فيه البند تيبل. وده الفرق ما بين الاكسل وصيغه الدوكيمنت العاديه، ان الاكسل بيكون جوه ملف السوليد. كمان في نوع تاني من الجداول اسمه بند كالكوليشن تيبل، والبند كالكوليشن تيبل بيكون جدول بالشكل ده، بيكون موجود فيه نوع الماتيريال اللي انا مستخدمها، اليونت، الكي فاكتور بتاعي، البند انجل، الراديوس، السيكنس. طيب البند كالكوليشن تيبل ده بيكون موجود فيه رينج للزوايا بتاعتي، يعني يقولني مثلا الزاويه بتاعتي لو هي من 0 ل 90، او لو هي من 90 ل 165، او لو هي من 165 ل 180، وفي كل رينج من الزوايا دي بيديني معادلة احسب منها قيمة اسمها قيمة ال V. خلاص، وعن طريق ال V دي اقدر احسب البندنج الاونس بتاعي او البندنج ريدكشن. طيب ازاي الموضوع ده؟ لو احنا شفنا مثلا حالة زي دي، الزاوية بتاعتي من 0 ل 90، فهو مديني قانون هنحسب بيه ال V. طيب ال قيمة الفلات اللينس في الحالة دي هي عبارة عن ايه؟ هتبقى عبارة عن ال A زائد B زائد البندنج اللاونس، طيب زائد ال V، زائد ال V في الحالة دي اسف. طيب لو انا هنا برضو الزاوية بتاعتي من 90 ل 165، فانا هنا هحسب ال V عن طريق القانون ده. لو هي من 0 ل 90 كان عن طريق القانون ده، لو هي من 90 ل 165 هيبقى ال V عن طريق القانون ده. طيب وبعد كده الفلات اللينس اللي هو انا محتاج اجيبه، اللي هو دايما هدفي من استخدام اي جدول، الفلات اللينس في الحالة دي عبارة عن ال A برضو زائد B زائد ال V زائد ال V. طيب لو انا جيت ال B بتاعتي كانت من 165 ل 180، فانا ال V بتاعتي هيقول لي ان هي بصفر، يبقى هنا الفلات اللينس في الحالة دي عبارة عن ال A زائد ال B فقط. خلاص، الجدول ده احنا بنسميه بند كالكوليشن تيبل. طيب افرض ان ال V بتاعتك طلعت لك بقيمة سالبة، لو ال V بتاعتك طلعت لك بقيمة سالبة يبقى انت كده اكنك بتستخدم بند ديدكشن value، وكأنك تستخدم قيمة ال bend deduction. هيبقى ال flat lens في الحالة دي عبارة عن ال A زائد B ناقص ال B دي ناقص ال V، ناقص ال V اللي هو هيمثل هنا ال bend deduction. بالنسبة بقى لآخر جدول موجود معانا، اللي هو جدول ال gauge table. وجدول ال gauge table ده هو يشبه جدول ال bend table العادي، بس الفرق هنا إن أنا في ال gauge table بيبقى عندي القيم بتاعة السكنس أو بتاعة البند راديوس أو بتاعة الكي فاكتور. أنا هبقى ملتزم بالقيم اللي موجودة بس في الجدول، مش هقدر أغيرها. وجدول الجيتش تيبل بيبقى التصميم بتاعه أو القيم اللي بتهيألي تبقى قيم أوبتيمال، أو القيم الأدق اللي أنا ممكن أستخدمها في الحالة دي. يبقى احنا كده استعرضنا 3 أنواع من الجداول. جدول البند تيبل عادي، وقلنا إن هو منه صيغتين، صيغة الإكسل وصيغة الدوكومنت، وقلنا الفرق ما بينهم. وشوفنا جدول البنت كالكوليشن وجدول الجيج تيبل. وبكده يبقى احنا خلصنا الجزء النظري اللي هو خاص بأول شابتر. افتحوا الاديشنال داتا دي وشوفوا الفايلات اللي فيها، والفيديوهات ان شاء الله هتكون مفيدة ليكم. وان شاء الله من بداية من الشابتر الجاي هنبدأ نتعرف على الاوامر الخاصة بشيت ميتال، وازاي ان احنا نبدأ نوظف بقى كل المفاهيم اللي احنا عرفناها هنا في الشابتر ده في تصميم الشيت ميتال. شكرا.